السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم الكلام مع غير المحارم مع الضوابط الشرعية يعني. ما أنت بتكلمين أهو الآن. نعم. مش بتكلمينه؟ أنت تكلمين أنا وكل الناس سامعينك. تمام يعني خلاص. أنا حضرتك بكلم شيخ عشان يحفظ إني القرآن وخدت منه رقمه عشان أديه لزوجي. فزوجي قال لي لا كده غلط وده يستوجب الطلاق أو الضرب. أعمل إيه؟ قولي له إن الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قولي بالهاتف سألته من وراء الحجاب عن رقمي حتى أعطيه لك. هتنضرب ليه ولا تطلق ليه يعني؟ هذه الشدة إلا إذا كانت في أمور تانية أنا ما أعرفهاش يعني. لكن البادي لا يستوجب لا طلاقا ولا ضربا. هذا رجل صعب شوي عبد الرحمن. إما طلاق إما ضرب. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا مولانا. مالنا يدي لها علقة بقى إذا كلمتنا إحنا دلوقتي أعمل فيه إيه بعد ما